هذه التشريعات وأهمية المراسيم تأتي من أجل هدف معين، والتخطيط معلوم أهميته، وقديما قيل قيس قبل لا تغيس، ما ينفع القوس عقب الغرق. هذا هو التخطيط، أن لا تأتي الأمور عشوائية، ولكن لا بد، وهنا تأتي أهمية التخطيط. ومما ذكرت الأخت أم تركي أيضا هو مراجعة بعض القرارات، فهناك قرارات